كابتن وائل الحمد لله بحالة طيبة، بيشارك مع الفريق بقاله ممكن من بعد ما رجعنا من تركيا. يعني الأمر مطروح للرؤية الفنية يعني، لكن وائل تعافى تماما من الإصابة يعني. بالنسبة لمحمد أبو تريكة، يمكن كان تلقى كدمة في عظمة الفخذ الأمامية، ولكن الحمد لله تمت السيطرة عليها، وهو ما أظنه موجود في معسكر المنتخب الأولمبي دلوقتي. وكذلك الحال يمكن عماد متعب، كان أخذ كدمة خارج الركبة والأشعة أثبتت سلامته، وشارك يعني موجود في معسكر المنتخب الأولمبي برضه. وليد سليمان كانت كدمة برضه في المباراة السابقة، لكن الأمر بسيط وشارك النهاردة بشكل طبيعي. يمكن عندنا شكوى آلام أسفل الظهر الثلاثة من اللعيبة، يمكن حسام غالي، محمد ناجي جده، وسيد معوض، لطبيعة الملعب نفسها يعني، ولكن برضو شاركوا بشكل طبيعي، إلا حسام غالي يمكن فضلنا أن احنا نريحه النهاردة وهيشارك بكرة مع الفريق إن شاء الله. فما عندناش يعني يمكن الليستة تكاد تكون خالية. ورامي ربيعة بينهي البرنامج العلاجي بتاعه، بنعمل له إعداد بدني دلوقتي لمدة أسبوع مع كابتن طارق عبد العزيز المؤهل، بعد كده يستلموا أبو العيلة الإعداد بدني لمدة أسبوع آخر. شاوي اشتكى بس من آلام يعني ناحية العضلة الضامة اليمين، لكن الفحص بالنسبة لنا سليم، مجرد زوال شكوى اللاعب إن شاء الله يشارك بشكل طبيعي.